مساء الخير عليكم. هعمل لكم النهارده سوفت وير لميموري البلاي ستيشن 2 اصدار 1.8. تمام. برضو في كذا مشترك اخواتي يعني طلبوه مني، فانا هوريكم دلوقتي الطريقة خطوة بخطوة. طبعا احنا اول حاجة هنخش على مدير الملفات اللي هو اليو لانش اهو، وهندوس اكس. طبعا الملف السوفت انا حطه في الفلاشة. تمام. الملفات اللي هنستخدمها في الشرح هسيبها لكم اسفل الفيديو عشان تحملوها. تمام. دخلنا اهو على اليو لانش، هنخش على اول اختيار، هنخش طبعا على الماس اللي هي اليو اس بي. تمام. عندنا الملف اهوت اهو، فري ام سي بوت، هننزل عليه كده ويندوز اكس. هندوس او، دخلنا في الملف. تمام. هنخش على فري ام سي بوت اي ال، هندوس اوكي اللي بيفتح دلوقتي قدامنا اهو، دي صفحة التثبيت. تمام. زي ما انتوا شايفينها قدامكم اهي. تمام. اول حاجة هنخش على فورمات الميموري. تمام. لازم نفرمت الميموري الاول عشان لو في اي ملف وتبقى مهيئة لتثبيت السوفت الجديد. هنيجي فوق كده بالاتجاه يمين اهو لغاية ما نوصل لفورمات. اكبر لكم شوية. فورمات ام ام سي. تمام. طيب هندوس اوكي اللي هي بالاكس، يعني هندوس اكس هيديك انه هيفرمط كل حاجة في الميموري كارت. هندوس له يس اوكي يعني. تمام. الميموري كارت اتفرمطت بنجاح، هندوس له اوكي. تمام. بعد كده هنروح على اختيار التثبيت، هنمشي اتجاه شمال اهو على اول اختيار. تمام. اول اختيار، اول اختيار عندنا اهو اهو اللي هو نورمال انستيف، هندوس له اكس اوكي. تمام. هندوس له اوكي تاني، هيبتدي هو يسطب الملفات اهو. طبعا لازم اقول لك ان الميموري كارت بتاعتك تكون سليمه ونظيفه عشان ما يحصلش اي عطل. هتسيبه كده لغايه ما يخلص الخطوات كلها ويطلع لك كلمه اوكي اهو. سطب كل حاجه اهو. انت مش هتتدخل في حاجة.
تمام يا اخوتي، بعد ما خلص التسطيب الملفات كلها طلع لك انه سطب الملفات بنجاح فريم سبوت. تمام، هتدوس له اوكي. تمام، ودلوقتي هتطفي البلاي ستيشن ونولعه تاني. نشوف النتيجة ايه دلوقتي. فريم سيبوت اهو. تمام، اصدار 1.8. تمام كده انتهينا من التثبيت. طبعا هو دلوقتي في ملف ناقصك انت هنا، اللي هو الاوبن، مش موجود في السوفت وير دوت. تمام، هنعمل ايه؟ هنعمل هنخش على اليولانش تاني. يو لانش، فايل براوزر، هندوس له اوكي. هنخش على الماس عشان نجيب ملف اوبن. ماس، هننزل لغاية ما نلاقي ملف اوبل. اهو اوبل، طبعا ده كده في الفلاشة، فاحنا هندوس له، هندوس له R1 عشان ناخده كوبي. تمام، وهنحطه في الميموري كارت. تمام، خليكم معايا معلش عشان بصور لوحدي بس. اروان اهي، هتظهر القايمة ديت، هتيجي على كوبي وتدوس له اوكي. تمام، وبعد كده هتطلع من الفلاشة اهي، وهتخش على ام سي زيرو. هنيجي في ملف بوت اهو، ملف بوت التاني ملف اهو، ندوس له اوكي. وهنعمل باست اللي هي برضو هندوس R1، تظهر القايمة هنا اهي، هندوس له باست. اهو بينزل ملف اوبل. طبعا انا اوبر اللي جابولك ده اللي فيه اللي يخليك تلعب الون والتو مع بعض. تمام، نزل اهو، اهو اوبر. تمام، بعد كده هنطلع، ما هننزل تحت خالص، اخر اختيار، هندوس اوكي. وهننزل على اول اختيار بي اس 2 براوزر. ماشي، هنرجع تاني للفريم سبوت. وهننزل عشان نخليه يظهر في القايمة دي على
3MC boot configure هندوس او وهننزل هنا من القائمة هنا كده على الأبل الأخيرة ديت الأبل الأخيرة في تاني مجموعة تمام هندوس او طب كده شوية شوف اللي حصل هننزل على تاني واحدة كده اهو تمام اللي فيها رقم واحد دي وهندوس بالسهم يمين كده اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة أول رقم يجي معاك فاضي هتقف عليه وهتدوس أوكي هتدوس أوكي كده أهو هيطلع لك القايمة دي انزل على باز الأول كده ودوس له أوكي طبعا احنا حطينا في الميموري كارد يبقى هنقف على زيرو وهندوس أوكي هننزل على ملف بوت هندوس أوكي هننزل على أوبل أهي أهي وهندوس له أوكي تمام أدي ادي كده الباس اتعمل تمام هننزل هيطلع فوق على الاسم وندوس له اوكي وهتكتب اوبل اللي قدامك دي بالظبط كده معلش انا هكتبها وارجع لكم تاني تمام معايا بعد ما كتبت الاسم اهو قدامكم زي الاسم اللي فوق بالظبط كده تمام هنزل بالسهم اهو على كلمة اوكي طبعا وهدوس له اوكي طبعا اهو الاسم اتضاف فوق اهو تمام بعد كده بعمل ريتيرن كلمة ريتيرن تحت دي او بالمثلث هفضل دايس كده اهو بالمثلث ثواني اهو بيرجع اهو تمام هرجع لأول صفحة خالص أهو أهو هنزل على كلمة سيف تحت سيف أم سي زيرو طبعا هنسهل في الميموري كارد هندوس له أوكي هنلاقي كلمة حمراء طلعت فوق هنا كده أهي أهي سيف أم سي زيرو تمام يبقى أنت كده سيفت الخطوات اللي أنت عملتها عشان ايه الطريقة تنجح بعد كده هننزل تحت على بي اس 2 براوزر ندوس له اوكي هنشوف دلوقتي الاوفر اتضاف للقايمة ولا لسه تمام هننزل بالسهم كده ونشوف اهو ادي اوبن اهو اهو تمام كده اوبن بي اس 2 لودر تمام لو دوسنا عليه اكس كده شغال وتمام وزي الفل هتظبط الاعدادات انا قلت لكم قبل كده تظبيطات اوبل بس انا هظبطها برضو معاكم دي اهي نخش على سيتنج كده وهندوس اوكي اكس تمام هتسيب كل حاجة زي ما هي فوق كده اوف اوف زي ما هي وهتنزل هنا كده كل ده تفعله
اهي دي اوف، هتعملها اون اهي، مانوال اوتو، دوس اكس وهتنزل تحت تاني برضو فعلها، عشان لو حطيت اي حاجة على اي لعبة على اي حاجة هتشتغل معاك. تمام، تدوس اكس وبعد كده بالاتجاه لتحت اهو اوتو اكس اكس برضو بالاتجاه لغاية ما تيجي اوتو اكس بالاتجاه اهي، اول ما تظبط الكلمة تدوس اكس تاني. تمام، هنا الافتراضي لو انت بقى عندك الالعاب على اليو اس بي اعملها يو اس بي، العاب بي اس 1 اعملها بي اس 1، على الهارد اعملها هارد. تمام، انت برضو لو عملتها على الهارد مثلا هتجيلك برضو على كل حاجة، لان انت مفعل فوق كل حاجة. تمام، عشان كده انا قلت لك اعمل اوتو على كل حاجة. تمام، اهي اتش دي، وهتدوس اوكي تحت هنا، لازم تنزل هنا تدوس اوكي اهي بس. الديسبلاي برضو اهو اهم حاجة فيه، الكفر ارت ده تعمله اون، كده ظهرت القايمة عندي اهي. تمام، ظهرت عندي اهي، لو عديت على كل حاجة فوق كده برضو طبعا عشان ما فيش العاب، في لعبة على الـ على اليو اس بي ظهرت اهي معانا اهي، ما فيش هارد في البلاي ستيشن، فاللعبة اللي على اليو اس بي ظهرت معانا اهي. تمام كده، تومب رايدر اهي، جربها برضه بالمرة. لا بشغل اهي. تمام، اهي دي كده على اليو اس بي، لعبة بلاي ستيشن 1 على اليو اس بي. تمام، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وانا معاكم برضو زي ما قلت لكم في اي مشكلة، واي حد يطلب مني اي حاجة انا تحت امره اعملها له. واتمنى ان الفيديو فاتكم واستمتع بيه صديقي اللي طلبه مني، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومستني تعليقاتكم واعجاباتكم واي مشكلة مواجهة حد فيكم يبعتلي في التعليقات. سلام.